أنا جاي النهاردة أثير الجدل وأكسر التابو المشهور جدا بتاع الراجل ما بيعيطش. لا، الراجل بيعيط، وده ظلم كبير جدا للراجل إن احنا نخلي العياط أو الحزن مقتصر على النساء والأطفال فقط، وده فعلا حقيقي ظلم. صح يا نرمين؟ ده حقيقي. وعايزة أقول بقى حاجة كمان، إنه أنتوا كرجالة تقعدوا تقولوا إيه؟ يعني أنت بتقول آه ماشي أوكي، يعني أنا يمكن قبل الفقرة أنا عمري بنتكلم بيقولي آه الراجل يعيط وبتاع، بس يجوا قدام الناس لا راجل ما يعيط وما تعيطش. كده احنا النهارده عندنا فريقين عشان نكون متفقين كالعاده، ما انا وانت على طول ضد بعض يعني. غير انا وانتي احنا كمان عندنا فريقين تانيين، عندنا كاتب صحفي الاستاذ محمود الضبع والاستاذ المدون اسماعيل احمد. ازيكم؟ منورنا. اهلا بيك. طبعا خلينا نقول ان استاذ محمود ضد بكاء الرجل تماما. أيوة. وهو رجل صعيدي كده ويعني احلى اجدع ناس. انا صعيديه على فكره، انا معاك على فكره. بص لك، انا معاك. بيقول لك حاجه، انت بتقول حاجه كويسه. لا ايوه، انت ظلم في ان هو راجل سيبوه يعيط يعني. ليه بقى؟ اقول لك انا الظلم، المفروض ان انا بستضيفك بس انت دلوقتي تستضيفني. تمام، موافق. ليه بقى ظلم؟ لان البكاء بيريح جدا. يا سلام. بعد ما تبكي انت بترتاح، بتحس بريليف بيسموها، وده مش كلامي انا، ده كلام علماء النفس والدكاتره النفسيين، فدول دكاتره درسين وعملين دراسات في الموضوع ده. فالإنسان عموما كإنسان، إحنا المخلوقات كلها البني أدمين يعني جنس البشر زي بعض. عندنا مشاعر، عندنا أحاسيس، عندنا غضب. ساعات البكاء بيريحك، مش ساعات، هو دايما. الرجولة في إيه بالظبط؟ مش الرجولة يعني دي أن البني أدم يبقى عارف ماسك نفسه؟ لا، هو السند بتاع الناس كلها واللي حواليه، فبالتالي ما يبقاش ضعيف زيهم. احنا ما نقولش يبقى ضعيف، التركيز على هو لا ضعف. مش ضعف. لا، لا، البكاء يظهر ضعف. انا معاك يا استاذ محمود، انا معاك. البكاء يظهر ضعف. انا عايزه كمان يعني استاذ اسماعيل، خليني اقول ان هو يعني هو مع ان الراجل يعيط وان البكاء او العياط ده مش ضعف. استاذ اسماعيل اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا فندم. ايه رايك في الخناقه الصغننه دي بقى؟ هو الراجل في الاول وفي الاخر هو انسان من حقه يعبر عن مشاعره. ومن ضمن مشاعره دي ان هو يبكي، مفيش اي مشكله. انت انسان، فكره انك انت تبقى قوي وصلد وعندك جلد فده ما يخليكش تبكي، ده مش فكره سليمه. هتنهار في النهايه، لازم تعبر عن مشاعرك علشان ما تنهارش. انت متجوز؟ بتعيط قدام مراتك؟ ما عنديش اي مشكله خالص. حصلت عمرها يعني؟ حصلت اكتر من مره. أكتر من مرة. حسيتش ان انت ضعيف قدامها خالص؟ يا فندم، مراتي سندي وعلى راسي وحبيبتي ونور عيني، ولما اكون في اي ضعف مفيش مشكله الجا ليها، ولو بكيت مفيش اي مشاكل. طب استاذ محمود ايه رايك في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله، كل واحد حر. انا جاي اسخن. استاذ محمود جاي والله يخانق. كل واحد حر، لكن الراجل ما اظنش ان هو ينفع يعيط قدام حق ولا يعني. هي الفكره زي فكره الجبل كده، الجبل ده صلب لكن وجوده رحمه. مش معنى ان هو صلب ما فيهوش معنى الرحمه. الجبل ده لو مش موجود الارض دي ما تستقرش. فبالتالي الراجل ما ينفعش يبقى ضعيف او يبقى يتهز بسرعه من اي حاجه، لانه هو المفروض سند للي حواليه. الستات طبيعتها ان هي بتعيط على طول. عيوطه عيوطه يعني، اقل حاجه. وتلاقيها مش اظهار ضعف ابدا. صح. وتلاقيها أبداً. تلاقيها دمعتها قريبه وغالبيتهم طبعا بتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم تقول تعيط. ما ده برضه مش مشترك زي ما انت قلت ما بين مقصور على الستات بس. ما الرجاله برضه بيتنكد عليهم الستات يا اخي. صح. يعني هي تبقى حزينه وهو يبقى منكد عليه. طب انت عايز تقنعني؟ انا على فكره انا معاك، مش ضدك، انا معاك. ها انا بقول لك يعني انا اقعد على فكره انا الحاجه وعكسها. يعني كنت بقول لهم ان انا ابني اقعد انا بقعد اقول ايه، لا عادي على فكره ان الراجل يعيط انا ما فيش مشكله، بس انا برضه اجي لابني، ابني كبير عنده 19 سنه، اجي اقول له اوعى تعيط قدام حد، انت راجل. انا نفسي ما ده صح. لا ايه هو اللي لا؟ امال انت بتنصح ولدك بها ليه؟ يا ما هو احنا اتعودنا على كده يا استاذ محمود، احنا اتربينا على كده. خلاص اتعودت على الصح، مش اتعودتيش على حاجه غلط. يعني انت بذمتك عمرك ما عيطت قدام مراتك او والدك او والدتك بامانه؟ انا وصغير زمان
صغير زمان. اي انا وصغير زمان وكنت كنت اتنهر ان انا اعيط وانا صغير. طب انا عايز اسالك على حاجه. انت ماشي، انا ممكن اتفهم ان الخلفيه بتاعتك ممكن ما تسمحش ان انت تعيط قدام زوجتك، بس عندك مشكله انت تعيط لوحدك تنزل دمعتين؟ ده احوال بينه وبين ربنا يعني ينفع؟ انا عايز اخد منك التصريح بينه وبين ربنا. لا يعني تمام، يعني ممكن تكون في خشوع كده هو مثلا بتصلي ممكن تعيط ربنا صح؟ يعني طيب ما هو ده نوع من التنفيس، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو بس العادات، بس دي حاله تانية يعني، انت حاله مع الخالق مش حاله مع البشر. من الجسم بالظبط. انا بس عايز اكمل الحته دي، انه يعني انت موافق على ان انت ممكن تعيط بينك وبين نفسك او تحزن بينك وبين نفسك الحزن اللي يوصلك للدموع، بس قدام الناس لا. فاحنا هنا بنتكلم عن خلاص ما عديت ال 40 فما قلتش بحزن ما قلتش بك على حاجه. احنا بنتكلم عن عادات وتقاليد في بلاد تانية ما فيهاش عادات وتقاليد، اللي هو الراجل لازم يبقى كده او لازم يبقى. طبعا الراجل لازم يبقى ماسك نفسه ومتحمل المسؤوليه بس هو في الاخر انسان، فاهم؟ فانا عايز اجي لك بقى في النقطه دي، قول لي عن موضوع ان العياط ضرره ايه. لا انت لو ما بكتش ممكن تكبت نفسك طبعا، يحصل لك انهيار. والبكاء كمان بيدي لك هرمون اسمه الاندروفين، ده مسكن للالم النفسي والجسدي. انت محتاجه جدا جوه جسمك، عشان كده الرجاله بتموت قبل الست. لو فقدت طبعا عشان انت طبعا كده هتموت قبل الست، عشان انت بتحرم نفسك من مشاعر انت محتاجها. انت اللي محتاج المشاعر دي جدا. المشاعر ديت لو انت عبرت عنها هتشعر براحة، هتشعر بود، بحب، بحاجات كتيرة. لا ماشي، بس خليني أقولك على حاجة يا أستاذ إسماعيل. يعني إحنا برضو خلينا ننزل على أرض الواقع، ولما بنلاقي ولد بيعيط في المدرسة مثلا أو في الشارع بيلعب مع صحابه أو زمايله، وخاصة لو بيعيط عمال على بطال لا ده عيوطة، لا ده مرفوض أصلا كده كده عند البنات والولاد. ما ده يبقى تربية أمهم. لا لا مالهم تربية أمهم بقى، مالهم بنطلع رجالة والله. طبعا الأم بتربي كل الناس، هي الأساس طبعا. لما بتيجي نشوف مثلا ولاد، احنا زي ما بقول لك يعني احنا بنقعد نقول لا، وانت وعمرو بتقولوا لا، والراجل يعيط، وانا بقول ان الراجل يعيط، بس لما بنيجي ننزل على الارض لك على حل. انت عايز اعيط ولا ما اعيطش؟ انا بقول لك انا ثانيه واحده انا بقول ان الراجل يعيط، بس انا لما بتحط في الموقف ولا ابني بيعيط اقول له لا ما تعيطش. انت اللي ما بتفهملاش هي عايزه ايه. شفتي انت وقفتي معايا فرح ايه؟ مش انا واقفه معاك على فكره، انا معاك وصياديه زيك، انا صياديه زيك. لا لازم تختاري حاجه واحده بس، ما تبقيش عيني هنا وعيني هنا. انا هطلع من الفريق بتاعك. طب اطلع، ما هو تبقى ريحت دماغك لوحدك في الفريق، تبقى ريحت دماغك. هطلع بقى معاهم، يبقى الراجل يعيط. ايه المشكله يعني؟ الراجل يعيط، خدها معاك بسرعه طبعا. هينجس القضيه يعني، مش هنجس منها حاجه. هي قضيه خسرانه. طب انا هخسرك القضيه دلوقتي، ايه رايك بقى؟ وريني. ماشي، انا عايز اقول لك يعني انت تقول لي رايك في ان سيدنا يعقوب عليه السلام عيط لما فارق ابنه النبي يوسف. ده حاجه تجيله يا اخي، ربنا ما يكتبها على حد. طيب ده ابتلاء تجيل، ربنا ما يكتبه على حد. اديك خسرتك. ده ابتلاء تجيل، ده ما حدش يعني ربنا ما يكتبه على حد. بكى لما ابنه ابراهيم مات بالظبط. يعني الرجاله هو في يعني في اعظم من الانبياء. انا مش بتكلم بصيغه المواقف الصعبه قوي دي اللي ربنا ما يكتبها على حد، لكن فكره ان الراجل عمال على بطل يعيط ودي له رخصه ان انت لازم لا تعبر عن يعني في المواقف الصعبه دي ثبتك، فتقعد تتنحنح عليها، وده مش عارف عمل لك ايه، فتقعد تزنق نفسك. يا عمرو احنا بنقول الراجل عمال على بطل يعيط؟ لا طب انا خدت منه تصريحين. اولا تصريح ان انت ينفع تعيط، انا اهو رجل صعيدي متشدد جدا في فكره من ناحيه عيط الرجاله. خدت منك تصريحين طلعتهم. اول تصريح ما تجيش على الموقف الصعب ده يا اخي. ماشي، اول تصريح لما يكون في مواقف صعبه الراجل يعيط. ثاني تصريح ان لما يكون الراجل لوحده ينفع يعيط. انا تمام، انا كده موافق مع ربنا مش مع حاجه تاني. مع ربنا لوحده تمام يقدر يعيط. خدت منك التصريحين دول، مشكله خالص. طيب استاذ اسماعيل، انت عندك ربنا رزقك باولاد ولا لسه؟ عندي عمر وجنى، ما شاء الله ربنا يحميهم ويخليهم يا رب. عمر ما بيجي يعيط بتقول له مثلا ما تعيطش ولا لا طلع اللي جواه وعيط؟ في تربيتي لاولادي دايما بعلمهم يعبروا عن مشاعرهم بالشكل الصحي والسليم. يحكوا، يفضفضوا، يتكلموا. لو بكى بحاول ان انا اشوف ايه المشكله اللي عنده،
حتى لو حاجة بسيطة بحاول إن أنا أحلها له، ما قصوش عليه وأقول له لا أنت ما تعيطش عشان خاطر أنت راجل. لا هو راجل طبعا، بس ما فيش مشكلة لو بكى أنا عايز أشوف. طب وإنت المشكلة. وإنت صغير، أرجع بقى لورا شوية، وإنت صغير هل ولادك والدتك ووالدك كانوا برضو أكيد لأن هما من جيل أكيد قديم، فيقول لك إيه الراجل ما يعيطش؟ أبويا وأمي صعيدة من الناس اللي هي شخصيات قوية جدا، كان الأمر ده غير مسموح تماما، بس أنا خرجت بره النقطة دي وبقيت ضدها بشكل كامل وتام. أنت إنسان، أنت محتاج تعبر عن مشاعرك، ده في الأول وفي الآخر، سواء كنت راجل سواء كنت ست، سواء بكيت قدام شريك حياتك، سواء أنت ونفسك، أنت محتاج تعبر. لو ما عبرتش هيحصل لك مشكلة، ممكن تتعب مشاكل جسدية كمان. يعني لو ما عبرتش في بعض المواقف بالبكاء انت ممكن يحصل لك انهيار، ممكن فرضا انت ما عندك سلام نفسي وما بتتاثرش كتير، ايه المشكله يعني؟ لا انت محتاج ان انت تبكي علشان خاطر مفيش حد متبلد المشاعر، مفيش حد متبلد المشاعر، كل واحد على حسب خبراته. عادي ايوه، هو ينفع تخبي مشاعرك بس انت عندك مشاعر، فاهم قصدي؟ فاهم الفرق ان انت عندك مشاعر بس بتقدر تخبيها بدرجه اكبر من غيرك، وفي فرق بان انت اصلا ما عندكش مشاعر. مفيش حد مخلوق من غير مشاعر، صح؟